مواليد شلونكم؟ طمنونا عنكم، شو اخباركم؟ اليوم شنو غدانا؟ بدنا نسوي قوانص ببندوره. احلى الاشلات، اكيد كل النسوان مثل حكايتي يحتارن ايش بدهن يطبخن للغدا للعشاء، شيء يحير اكيد، بس اليوم قلنا يلا على السريع. اليوم طبختنا قوانص، واكيد لازم اني شو اصورها واحطها لحبايب قلبي. عن جد في كثير بنات يحبني يتعلم، نحبني نشوف ان الطبخات، اكيد زاد اني من ضمن ان احب اشوف الطبخات. ويلا تعالوا نشوف المقادير. عندي كيلو قوانص، عندي حبتين فليفله، واحده خضراء واحده حمراء، عندي بندوره، عندي حبه بصل، عندي فليفله، عندي بهار اسود، عندي كزبره، وركتين غار، والملح واكيد والزيت، لانه تعرفن الا ما تطلع ريحه زنخه. أنا قلت أحط لنا ورقتين غار. وش بدنا نبلش نسوي؟ بدنا نبلش نفرم، نجهز الفرم ونخلص وعلى الغاز. أخي قلبكم ربي يسعدكم. يلا أشلتنا وين؟ على الغاز. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندنا كاسة الزيت، أنا حبيت أسويهم بالمغلية لأنه مشان آخذ راحتي شويهن. وبدي أحط البهارات، اكيد يوم بدنا نرجع نحط البندوره بدنا نرجع نحط اخرى بهارات عليها، بس انا حبيت احطهم مع الزيت ليغلى الزيت شوي يحمى. يا جماعه والله الوضع صاير بلبنان هين يعني مأساوي، يعني صرنا نختصر قد ما نقدر، يعني صار اليوتيوب ما عادش يجيب مثل الاول، يعني صارت الناس كأني ملت من اليوتيوب. جباري بدنا ننزل حبايب قلبنا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أحد هذلنا بدهم نص ساعة على الضبط نغلبين هنيك لمشان ينسلقوا السلق، هالحد يطلع معاهم منهم زوم مي مشان شنو؟ ليستوي، لانه هذنا تعرفين قاسيات، القوانص قاسيات، بدهم نص ساعه على الضبط وهيستلقم هيك، لانه حاجة يطلع منهم مي. بدي احط معهن ركتين الغار، يعني اخاف من ريحه الزفره، احطهن هيك حتى يطلع معهن مي، راح اغطيهن واتركهن. بعد نص ساعه نرجع لنحط شو؟ البندوره والفلفله. اوه اذا من الحظ ريحتهم ما احلاها، بس يستوون شلون؟ اخ جوعني. يلا يا رب نهدي جواهن الغاز ونخليه. شو هالصوت هنا؟ شتو صار يطلعن مي. احنا بدنا نخليهن يطبخان على زومهن لحتى ما يستون، لنحط عدين البندوره والفليفله والبصل. بس عن جد ريحة طيبة، لسه عمانين ريحة طيبة. خليهن يرجع يطلعن اخرى زوم مي، بغطيهن واتركن. ها بسم الله استوت عنا. بدنا نبلش نحركها، بدنا نحط شنو؟ ايش اسمه؟ البصل. بدي اشيل الورق الغار، الورقة الثانية، الورقة الثانية. بدي احط البصل، وهنا نهوسهن معاها شوي. عالريحة بتجنن، ريحة طيبة. بدنا نخليها شوية مع شو؟ كمان الفلفلات، نحط معها الفلفله. انت على كيفك ايش قد تحطن، يعني مش المقادير اللي انا حطيتها، على كيف انت ايش قد بدك تسوين. يلا خليها شغله 5 دقائق ونرجع نحط البندوره فوقها. احلى ريحه طلع لنا البندوره. احنا مش ضروري قلنا نفرم، ايش ما نفرم نحطهن، لا احنا عيننا ميزانناش قد بدنا اليوم نكتر عليهن والله نقلل. مش حابه اكتر اليوم. خليها شغلت كمان لما ما تستوي البندوره. هين عندنا ملح وعندنا بهار اسود نرجع نحط. هين ضل نطبخ فيها لحتى ما تستوي البندوره. عندنا البصل والفليفله استوى بس طلع عندنا البندوره. بدنا نخليها هيك لتستوي. شو البندوره وريحه بتجنن عن جد. غدا غير شكل اليوم. نغطيها وبعد ربع ساعة يكون طبختنا استوت حبايب قلبي. آخر مرحلة. أوه ريحة الزاكية بسم الله. ريحة بتجنن جهد أكثر. شو مستوية غير شكل. شوفهم ريحة عن جد عن جد. معزة كلها رح تزيش وهي على الغاز وهي على الغاز. حط الخبزة هيك كاس اللبن وتنزل يا معلم. عن جد ريحة بتجنن. شو بدنا رح نسوي؟ بدنا نطفي عليها ونبلش شو سكب ونبلش يا جماعة. ريتوا ألف صحة وهنا يا رب. شباب بنات شو مم الريحة وحياة ربكم. شبينا غوالي جهزت طبختنا غدانا اليوم. شو بدي اسوي؟ بدي اعبي كاسة لبن. غير شكل لاني جوعانة جوعانة ما راح استنى. وهلا بدي اذوق عاد. انا اول مرة اذوق طبخاتي اليوم. بدي اذوق لانه عن جد جوعانة. والطبخة هاي ما أخذت مني وقت. بدي أشوف يا جماعة يا جماعة. عن جد أشياء. ولا تنسون حبايب قلبي شو اشتراك وتفعيل الجرس تيجيكم كل شيء جديد من عائلة أم يوسف. تفضلوا قوادي. والله طيبة بس بدي اصيح لابو يوسف اتأكد. ابو يوسف ابو يوسف تعال تعال بالله عليك ذوق لي اياها طيبة ولا لا. والله اني راح اكل الصينية. ها مرحبا يا ربع. ام يوسف كل ما بدي اطبخ لي طبخة حبيب قلبي ابو يوسف تعال ذوق لي اياها. شوف لي ملحة شوف المدري شنو. طبعا اكيد يا ابو يوسف ذوق لي اياها بالله عليك. انطيني رأيك. رائعة رائعة من ايدينا الغالية ام يوسف. تسلم يا قلبي وانت تاجي. حبايب قلبي لا تنسون اشتراك وتفعيل الجرس تيجيكم كل شيء جديد من عائلة ام يوسف حبايب قلبي. لا 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 وقف وقف. من عائلة ابو يوسف. من عائلة ابو يوسف. ابو يوسف ولا ام يوسف؟ هو الجوز بس ما القيادة من عند ابو يوسف. مزبوط يا شباب؟ خلص هم ليهم الاسم. يلا خيوه عائلة ابو يوسف خلاص. عائلة ابو يوسف خلاص. بس يا اخي الصيت ما شاء الله ام يوسف. يلا سلام يا رب. سلام.